قناتي قناه غزاله فاطمه. اليوم مع بعضياتنا غادي نسمعوا واحد ديودورون اللي هو طبيعي لابيل بي ان ناتوريل ماشي اونتي ترانسبيرون ديودورون. حنا خصنا نعرفوا بان التعرق الريحه ديالته ماشي خايبه, يعني ريحه ماشي كريهه. المشكله نتاع التعرق ان فاش نتعرقوا مثلا نعرقوا نديروا شي مجهود ولا شي حاجه ونعرقوا تيخرج منا داك الماء اللي تيكون نقي ما تكونش فيه الروائح. الريحه نتاع التعرق كتجي من البكتيريا اللي كتكون في الاماكن من تحت الابطين المنطقه الحساسه رجلين, يعني ماشي الريحه نتاع الماء ديال التعرق هي اللي كريهه ولكن البكتيريا الموجوده عند الجلد. لان لهذا خاص ضروري من النظافه, يعني اول حاجه باش تكون الرائحه ديالنا يعني ديال النقاء خاص اول حاجه نديروها هي النظافه وبطبيعه الحال الابتعاد تماما عن لي زونتي ترانسبيرون. يلا الا كان مضادات التعرق ما تندويش على لي ديودورون اللي كيحيدوا يعني غير الريحه, تندوي على مضادات التعرق لان مضادات التعرق للاسف الشديد كتغلق حتى المسامات نتاع الجلد وممكن انها تسبب لنا حساسيه في الجلد, ممكن انها تسبب لنا عده امراض. بالنسبه لو ديودورون يعني اللي تنديروه كيخلينا نعرقوا ولكن تكون الرائحه طيبه, يعني لي ديودورون اللي تنشريوهم لي كون سيرفاس او حتى من لا فارماسي او لا من المحلات التجاريه, هاد لي ديودورون للاسف الشديد الا ما كانوش بيو تتكون فيهم واحد المواد اللي هي محافظه, كتكون فيهم لي بارابين, تيكون فيهم لو سيل دالومنيوم. كلنا كنعرفوا بان لي بارابين يعني المواد المحافظه هي دي بيرتورباتور اندوكرينيان, وكنعرفوا كذلك بان السيل دالومنيوم خطير جدا للصحه نتاع النساء ونتاع الناس يعني بصفه عامه. يعني ما امكن اننا نتجنبوا المواد لي كوزميتيك اللي تيكون فيهم لي بارابين لي كونسيرفاتور واللي تيكون فيهم السيل دالومنيوم. حاجه تنبغي ندير ليها الانتباه كذلك بالنسبه للنساء الحوامل ولا اللي باغين يعني يكونوا حوامل, يعني نبداو عام قبل. هو من الاحسن اننا ما نستعملوش مواد هي كيميائيه يعني بصفه نهائيه, ولكن بالنسبه للسيدات اللي تستعمل مواد كيميائيه من الاحسن ان قبل ما تبدا البروجي ديالكم نتاع لا غروسيس نتاع الحمل واحد العام كنديروا السوفراج ديال الجسم ديالنا من المواد الكيميائيه, يعني تخلصوا الجسم ديالنا من المواد الكيميائيه, يعني نتجهوا اكثر شيء للمواد اللي هي طبيعيه 100% او طبيعي حتى هو راه فيه لان كاين شي مواد طبيعيه اللي ما يمكنناش نستخدموها. علاش؟ لان حتى الا كنا حنا ضرينا الجسد ديالنا يعني المواد الكيميائيه وصافي يعني راه حنايا كونتاميني, ما غاديش نضروا هذاك البيبي اللي غادي نكونوا حاملين فيه. لان خصكم تعرفوا بان البيبي تياخذ اي حاجه كيعطيها له الجسم ديال الام ديالو, سواء كان حاجه مزيانه سواء كانت حاجه خايبه. اليوم غادي نبدا معكم واحد السلسله اللي غادي نصنع فيها دي كوزميتيك, يعني مواد ديال التجميل كلها طبيعيه 100% وما فيهاش مواد مضره. كما قلت لكم اليوم غادي نسمعوا مع بعضياتنا ان ديودورون ماشي اونتي ترانسبيرون اللي مصنوع كله من مواد طبيعيه. غادي نخليكم مع الطريقه نتاع الوصفه المقادير طريقه الصنع ديالها وطريقه حل الاستعمال, بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. المهم بالوصفه ديالنا ديال اليوم غادي نحتاجو لاسير دابيل, الشمع ديال النحل انا كنشريه بحال هكذا. غادي نحتاجو كذلك زيت جوز الهند, انا هنا بقات ليا تقريبا جهد جوج معالق كبار هما اللي غادي نستعملو في الوصفه. عندي هنايا النشا ايلوغ, يا اما لا فيكول تاع بون دو تير, يا اما لا فيكول دو مايس, يا اما النشا تاع الذره, يا اما النشا تاع البطاطا. عندي هاد الكورطه تاع الحلوه هما اللي غادي ندير فيهم الديودورون ديالي. وبالنسبه للناس مثلا اللي كيخدموا الديودورون ستيك وخواليهم ينقيوه مزيان ويغسلوه مزيان بالماء سخون ينشفوه, وممكن انهم يستعملوه كوم كونتونون يديروا فيه الديودورون ديالهم. عندي بيكربونات ديال الصودا بطبيعه الحال, وعندي هنايا زيوت ديال الاساس. زيوت الاساس غادي نشرحها لكم من بعد شنو غادي ندير بها. الحاجه اللي غادي نردو ليها البال كذلك ان هاد المسائل كلها غنسخنوها في باماري على يعني واحد درجه ديال الحراره تكون هادئه بزاف باش ما نحرقوش الزيت ديالنا. بالنسبه لواحد ديودورون اللي هو طبيعي, يعني بحال مثلا كنتي واحده ما عندكش ديودورون ولا انا شي خطره كترالي, كنهز شويه نتاع زوج الهند بحال هكا تنديرها في صبعي وتندهن بها تحت البيطان ديالي, تندهن بها كذلك المنطقه الحساسه. مغذي بزاف للجلد تيخليه رطب يعني وما تيخليش ديك التصبغات تطلع. هذا كافي في حد ذاته, كافي انه يدير ديودورون. كندير شويه عندي في الصاك ديالي, تندير شويه في واحد الكونتونون ومحيت بحال مثلا تنحس بانني عرقت ولا شي حاجه
تنهز شويه نتاع زيت جوز الهند بوحديتها غير هكذا وتندهنها وكتجي لك الريحه نتاع جوز الهند يعني زوينه حيت كتعرقي الجسد كيسخن وكتعرقي كتجي الريحه نتاع جوز الهند زوينه. كذلك ممكن تستعملوا بلا ما ديروا هاد لا غوسيت هذه كامله تستعملوا في شي كونتونون ديروا جوز الهند باردون وتخلطوه مع البيكربونات نتاع الصودا ويمكن لكم تطبقوه يعني بلا ما تحتاجوا ديروا هاد المراحل كلها اللي غنشرح في الوصفه. بالنسبه اللي بغات ديودورون يكون سوليد يعني تستعملوا فيه ريحه زوينه وداكشي ممكن انها تطبق هاد الوصفه هذه اللي غادي نوريكم. كما قلت لكم يا اما جوز الهند بوحديتها يا اما جوز الهند مع شويه نتاع البيكربونات يا اما جوز الهند مع شويه نتاع زيوت الاساس كتكون كذلك كافيه انها تحيد لنا الريحه نتاع العرق. بالنسبه للزيوت نتاع الاساس راه في الوصفه ديالتي ممكن تستعملوا اي زيت عطري عندكم في الدار اي زيت يعني ماشي ضروري هادو اللي غادي نستعمل انا هادو تنستعملهم لواحد الغايه اللي هي يعني سيبلي. كنستعمل الزيت ديال لاغبغاتي شجره الشاي. علاش كنستعمل شجره الشاي؟ لان زيت اللي هي اونتي باكتيريان يعني كتحيد البكتيريا وهاد الزيت هذه كتخلي بان المفعول تاع الديودورون ديالنا يدوم في يدوم يعني في النهار ممكن انا نديروه مع الصباح ويبقى معنا المفعول ديالو حتى العشيه ماشي بحال الا دهنا غير جوز الهند اللي خاصنا مثلا ندهنوها يعني في كل ما حسينا براسنا عقنا ندهنوها. هذه كتقتل انتيسيبتيك يعني كتقتل البكتيريا اللي كتكون وتتسبب الروائح الكريهه. غادي نستعمل كذلك سيترون فير زيت الاساس نتاع الحامض الخضر. علاش؟ لان بغيت غير الريحه يعني ماشي ضروري ممكن راكم تكتفيو ما ديروش كاع زيوت الاساس اولا ديروا اي زيت عطر عندكم في الدار اولا تستعملوا زيت شجره الشاي اللي كتعمق المفعول نتاع الديودورون ديالنا. انا غادي نستعمل هنايا لو سيترون فير يعني الحامض الاخضر زيت الاساس لان كتعطي واحد الانتعاش واحد الريحه زوينه ديجا فيها كذلك اونتي تاش يعني بالنسبه لينا فاش كنبقاو كنطبقوا هاد الديودورون على لي زيسيل ديالنا تحت لي زيسيل ديالنا تحت البيطان ديالنا تنلاحظوا مع المده الفرق كنلاحظوا بان اللون ديال سواء انا تنطبقوا على المنطقه الحسيه يعني بين الفخذين كنطبق كذلك هنايا تحت البيطان تلاحظوا الفرق وتلاحظوا بان التصبغات كتقل يعني مع المداومه التصبغات كتقل. خاصه نعرفوا كذلك بان زيت ديال سيترون فيغ كتحيد يعني في الصباح فاش ديريها وتشمي ديك الريحه يعني واخا غتحلي القرعه نتاع الويلي سونسيل وتشميها بحال هكا تعطيك واحد الانتعاشه اونتي ديبريسور يعني كتحيد الا كان شي اكتئاب. انا اليوم غادي نستعمل الزيت نتاع سيترون وغادي نستعمل كذلك الايلانغ ايلانغ اللي كيعرفوا اللي ما عندوش ما يديروش ماشي مشكل. هذا كينصحوا به بزاف الاطباء مثلا ان ديريه هنايا على لي بواني ديالك مثلا في الصباح وهنايا كيعطيك حتى هو واحد الانرجي بوزيتيف. وغنعطيكم واحد لاغوسيت نتاع الشعر بالايلونغ ايلونغ كتخلي الشعر تيبري وزويون. كما قلت لكم بالنسبه للكورطات نتاع الحلوى انا كنديرهم في الكورطات نتاع الحلوى ومن بعد كنزولهم للكورط ديال الحلوى راه نخليه فيه وتنديرو في واحد الطويصه. واللي عنده كذا يعني اللي عنده الكونتونون تاع ديودورون ستيك ممكن انه يخويه من داكشي اللي فيه ويغسلو ويعمر فيه الديودورون ديالو. المهم اول حاجه غادي نديروها مادام انا هنا في هذه القرعه هذه نتاع زيت الكوكو بقى ليا غير واحد شويه غادي نستعملو هنايا ما غاديش نديرو في الزلافه. بالنسبه اللي عندها بزاف دير جوج معالق كبار نتاع زيت جوز الهند في شي زلافه وديرها في بانباغي وتخليها حتى تذوب ما تغلاش سورتو ما تغلاش باش ما نحرقوش الزيت وما نحيدوش ليها الفوائد ديالها. المهم الغسله ديالي كما قلت لكم غادي نشد ديك الكونتونون ديالي نتاع زيت الكوكو فيه تقريبا جوج ديال المعالق كبار نتاع الزيت نتاع الكوكو ومن بعد غادي نجي لهنا وغادي نزيد عليه جوج ديال المعالق كبار نتاع السير دافين نتاع الشمع نتاع النحل اللي تيجي بهذا الشكل هذا ها هما كما شفتوا. هاد لاسير دابيل مرطب الجلد يعني وتيحميه. اللي ما عندهاش لاسير دابيل ولا ما لقاتش منين تجيبها انا هنايا في فرنسا تنجيبها من المحلات بيو اولا من المحلات اللي تدير داكشي ديال الكوزميتيك اولا من المحلات حتى من الدروغري كتلقاوها عندهم. هذا تيعطي الديودورون ديالنا ديك لا سوليديت تيجي قاسح ما تيجيش بحال الماء يعني بحال الزيت تيعطيه واحد الشكل اللي هو قاسح. اللي ما عندهاش ممكن انها تستغنى عليه
ماشي مشكل، غير دير 4 تاع المعالق نتاع الزيت نتاع الكوكو وذوبهم كما شفت، ولكن غادي يجيها على حسب زيت الكوكو. الا كانت الحراره نتاع الغرفه مجهده راه غادي تولي ليكيد، والا كانت الحراره يعني كان البرد راه يولي سوليد. انا كنحيت كنزيد لا سير دابي بعداك ملي كيكون هو اصلا مرطب يعني وكيحمي الجلد من لي فروتمون، لان اللي تيجيب لنا الكحوله هنا وهنا وفي المنطقه الحساسه هما دوك الاحتكاك نتاع الافخاد، هما الاحتكاك ديال الحركه يعني. هذا فاش نديروا لا سير دابي تيحمي لينا ديك تيحمي لينا تحت الابطين من الاحتكاكات وحتى التصبغات ما تسبقهاش. المهم اللي ما عندهاش لا سير دابي، اللي ما عندهاش لا سير دابي بحال هكا، ممكن انها تستعمل شمعه ولكن تكون شمعه طبيعيه ما يكونش فيها مواد كيميائيه. يمكننا كذلك نستعملوا السير دو سوجا، كاين الشمع ولكن الشمع حيت تشريوه يكون 100% طبيعي، ما يكونش فيه المواد الحافظه، ما يكونش فيه مواد كيميائيه. بهذه الطريقه هذه تجينا الديودورون قاصح، هانتوما غتشوفوا النتيجه من بعد. وكما قلت لكم اللي ما عندهاش لا سير دابي ممكن انها تستعمل 4 تاع المعالق نتاع الزيت الكوكو، ولكن كما قلت لكم على حسب درجه حراره الغرفه يعني نتوما وزهركم. كان الحال سخون واما تستعملوا زيت الكوكو تخليوه في الثلاجه. انا هذا تيجيني بخاتيك لان تنديروه في الصاك ديالي في واحد البواطه، وممكن انني نديه معايا فين ما مشيت في المجيف ما تيذوب ما والو. المهم انا غادي نمشي ندير لا سير دابي ديالي وزيت الكوكو يذوبوا، ومن بعد غنوريكم الباقي المراحل. المهم هنا الغزلات ديالي لا سير دابي ديالنا، يعني الشمع نتاع النحل والزيت نتاع الكوكو ها هي دابا دابت مزيان. من بعد غادي نبدا نزيد فيها لي زانغريديون الاخرين اللي قلت لكم. اول حاجه غادي نزيدو معلقه كبيره نتاع البيكربونات، كما كتشوفوا بحال هكذا غادي نخلطوها مزيان. ما تنساوش تخلطوا لان فاش نزيدوا لي زانغريديون الباردين على الزيت اللي هي كتكون الزيت ولا سير دابي تتقصح، يعني دائما نخلطوا باش كلشي يتمازج او فيغ ا ميزور. من بعد غادي نزيدوا جوج معالق كبار نتاع مايزينا، رونت الدنيا غادي نخلطو مزيان حتى ما يبقاوش عندنا دوك لي غرومو. انا ديما تنستعمل فاش نصنع هاد المسائل هادي كنستعمل لي كويير يا اما من الخشب يا اما معلقات نتاع البلاستيك، لان هاد المواد هادي بحال دابا الزيت وداكشي ما كتبغيش بزاف المعادن سورتو التحراك باش ما تاكسيداش معنا ويمشيو من المنافع ديالها كلهم. حاجه اخرى اللي نسيت ما قلتهاش لكم قبيلات، الوغ هاد الديودورون هادي بالنسبه للنساء الحوامل ممكن انها تستعملو، ولكن ما تستعملش فيه زيوت الاساس. بالنسبه لزيوت الاساس خاصنا ما نستعملوهمش، ما تنصحوا انها ما تستعملش، ماشي كينصحوا يعني انتيردي ان المراه الحامل والطفل اللي عنده قل من 6 سنين انتيردي انه يستعمل لي زويل ايسونسييل يعني زيوت الاساس، لان ممكن تجيب لي كريز دي بيليبسي ويعني دي ليزيون سيريبرال. ولكن انا تنحبد ان ديك فتره الحمل كلها يعني المراه ما تستعملش لي زويل ايسونسييل، لان بالنسبه لي انا ممكن انها دير شي مسائل اللي هي ماشي مزيانه للدراري الصغار للبيبي ديالها، وسورتو المراه اللي حامله والمراه اللي كترضع حتى هي ما تستعملش زيوت الاساس حتى تسالي الرضاعه ديالها وتفطم الوليد ديالها والبنيه ديالها بخير وعلى خير، ومن بعد تبدا تستعمل زيوت الاساس. بالنسبه للمراه الحامل وحده اللي كانت حامله ولا كترضع ممكن انها تستعمل هذا الديودورون هذا، غير الريحه اصلا ديال الزيت ديال الكوكو كافيه انها تعطينا واحد الرائحه اللي هي زوينه ومنعشه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش اي مشكل ما حاملين ما والو ممكن انهم يستعملوا زيوت الاساس ما كتشكل حتى خطر. الوحيد اللي ما يمكنلوش يستعمل زيوت الاساس هما الناس اللي عندهم لي بيليبسي، تيجيهم الكريز ديال البيليبسي ما يستعملوش زيوت الاساس بتاتا. المهم من مورا داكشي الخليط ديالي كما شفتوها هو ولا شويه تيقصر حيت فيه داك النشا اللي بارد كما قلت لكم لا سير دابي بدات تجمد. دابا غنزيد 4 نقطات ديال زيت شجره الشاي كما قلت لكم مطهر ومعقم. زيت شجره الشاي انا كنستعملو بزاف عندي في الطرح حتى في شويه في الميناج كنستعملو كذلك باش كن الاسنان نحط نقطه مثلا على الدونتيفريس فاش كنحك سناني كيحيد ديك الرائحه الكريهه اللي كتكون في هذيك البكتيريا اللي كتكون مسؤوله على الروائح الكريهه اللي كتكون عندنا في الفم. عندنا لو سيترون فير غادي نزيد منه 4 تاع النقيطات
وغادي نزيد كذلك 4 تاع النقيطات تاع الايلونغ ايلونغ. لافونتاج اللي عندنا مع لي زويل ايسونسييل اللي واخا كنشريوهم تيكونوا شي شويه غاليين يعني كيتراوح الثمن ديالهم بالنسبه للناس اللي هنايا ساكنين في اوروبا ما بين 4 حتى تعرف تلقاو مثلا زيت الاساس نتاع الجسمه نتاع الياسمين راه حتى 25 لا روز دو داماس 25 اورو. ولكن لافونتاج هو ان يعني كدوز ليكم واحد المده اللي هي طويله بزاف يعني كتستعملوها لانفيستيسمون يعني سور لو لونغ دوري يعني على المدى الطويل يعني عنده مردود. المهم تنخلط هادشي كامل مزيان كما قلت لكم اللي عندها ديجا الكونتونون ديال 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 التودورون ممكن اداها في الكونتونون تاع التودورون انا غادي نديرها في هاد الكويرت نتاع الحلوه وغادي نخليها حتى تجمد مزيان ومن بعد غادي نوريكم النتيجه اون فوا جمدات. وانا تنصيب فيها دابا والرائحه ديالها رائعه بزاف كاع منعشه لواحد الدرجه يعني لا تتصور. المهم هذه الكميه اللي درت غادي دير ليا جوج نتاع الكويرتات بحال هكذا. ضروري ما تنساوش واحد القضيه بحيث تساليو شدوا داك الكويرت ديالكم وضربوه مع البلون طراي مزيان. انا كما لاحظتوا ما زولتش داكشي الاخر باش يجوني قاصح ما يتفرطش ليا ومن بعد حتى يجمد كنحيد ديال الكويرت هذا بوحديته. المهم هكا كنحيد من داك الهواء كله اللي فيه ها هو النت راه بدا تيجمد دابا فوالا وغادي نخليه يجمد ومن بعد غادي نوريكم النتيجه فاش يوجد ان شاء الله. هنا الغزلات ديالي الديودورون ديالنا مورا ما جمد كيما تشوفوا معايا هنا تيجي بحال هكذا ها هو. المهم حنا غادي نزولو باش نوريكم كي كيستعمل كيما تشوفوا المواد اللي فيه كلها مواد اللي هي طبيعيه. تنهزوه انا تنخليه هنايا في عندي في الحمام اولا في البيت تنخليه في هاد الكاغيط ديال الحلوى كما قلت لكم. واللي عندها شي بواطه ممكن انها تستعملها كما قلت لكم الا عندكم شي بواطه ديال الديودورون اللي هي خاويه ممكن كذلك تستعملوا فيها. كما تشوفوا تيجي قاصح مزيان ما تيجيش يعني سوليد حيت تخرجوا من الدوش تبغوا ديروا الديودورون كتشدوه بيديكم هنايا دوزوه كما قلت تحت لي زيسال وكذلك ممكن انكم ديروه ما بين الفخيدات ديالكم يعني حتى المواد اللي فيه كما قلت لكم لا سير دافاي يعني الشمع اللي فيه والمكونات ديالو تيحمينا من التصبغات ومن الاحتكاكات حتى من داك الطياب اللي تيكون بقوه الاحتكاكات نتاع رجلنا حيت كنكونوا تنتمشاو ولا مثلا كنكونوا لابسين شي حوايج اللي هما شي شويه مزيرين. كما شفتوا الطريقه ديالته سهله وبسيطه كنتمنى ان هذه الفكره هذه تكون عجبتكم وتطبقوها واللي طبقتها فيكم ما تنساش تخلي التعليق ديالها وكيفاش جاتها كيفاش يعني شافت هاد الديودورون اللي صايبت معكم تخلي لي التعليقات ديالها في تحت الفيديو. كنتمنى ان الفيديو اللي قلت لكم يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك ومن التعليقات تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تنقول لكم بوسه كبيره والى اللقاء في فيديو قادم مع السلامه.